هاي الفزعة راح تكون إن شاء الله من أجل ترميم البيوت في جميع محافظات المملكة. احنا مقبلين على فصل شتاء، وهذا بتطلب انه يكون في بيوت بحاجة الى ترميم، في بيوت بحاجة الى انها تكون يعني تتحمل هالبرد وهالموضوع اللي قادم. انا بدعي جميع مهندسين الطفيلة للمساندة والسير في هذه الحملة من اجل انجاحها.